لو عمرك ما جربتي ولا عملتي الجبنة القديمة ولا المش قبل كده، تابعي معايا الفيديو النهاردة هعملها معاكي خطوة بخطوة. هقولك ازاي تعملي المش بدون اي خميرة، وكمان ازاي تعملي الجبنة القديمة كده وتطلع معاكي ناعمة ومزبدة، بداية من الحليب والجبنة القريش، وهنعملها برضو بمنتهى السهولة من غير منفحة ولا حصيرة ولا اي اضافات، وهتطلع معاكي بالنتيجة الرائعة اللي انت شايفاها دي. بس قبل ما نبتدي وصفتنا، بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ نهيد فاروق، وياريت تدعموني بلايك للفيديو. النهاردة هنستخدم 3 كيلو بس من الحليب، لكن انتوا لو حابين تزودوا عن كده طبعا براحتكم. المهم ان احنا لازم نشتري الحليب من عند اللبان، يعني لازم يكون الحليب فريش، ما ينفعش نستخدم في وصفتنا النهاردة الحليب المعلب. هنجيب حلة وهنحط فيها كمية الحليب. لو اول مرة تعملي الجبنة وقلقانة، ممكن تجربي في كيلو واحد بس من الحليب، ولما يظبط معاكي اعملي الكمية اللي انت عايزاها. انا حطيت الحليب في الحلة من غير ما اغليه ولا اي حاجة، ومش هضيف له ولا اي حاجة، ولا هضيف منفحة ولا خل ولا اي حاجة. انا عملته معاكم قبل كده وضيفنا ملعقة خل وملعقة سكر وملح، لكن المرة دي انا حبيت اطمنكم واقول لكم ان كده كده الوصفة ناجحة معاكم. هحط الحلة دي في فرن البوتاجاز، بس قبل ما هدخلها الفرن انا سخنت الفرن دقيقتين بس، يعني احنا بندفي الفرن لكن ما بنسخنهاش. لو حطيتي الحليب في الفرن وهي سخنة الحليب هيبوظ منك، خلي بالك من النقطة دي عشان مهمة جدا جدا. هحط الحلة دي في الفرن قد ايه؟ انا حطيتها يومين. لو الجو بارد عندك ممكن تولعي الفرن خلال اليومين دول 3-4 مرات، يعني انا كنت بولع الفرن يدوب كده دقيقة بس تطرد الرطوبة، ما تسخنوش الفرن. انا بقولت دفوها بس يدوب، يعني مش هتحسوا حتى ان هي دفيت. مفهوم؟ اتمنى يكون كلامي واضح قدامكو، علشان انا بخاف والله تعملوا الحاجة وتبوظ منكو، لاني انا البتضايق مش انتو. فخلوا بالكو احنا هندفي الفرن يدوب تدفية بسيطة جدا، يعني هولعها دقيقة واروح طفياها، علشان لو سخنت الفرن اللبن هيبوظ منك. بعد يومين بالظبط بقت الجبنه متجبنه كده وزي الفل، زي ما انتم شايفين. هشيل القشطه اللي فوق دي علشان احنا بنحوشها في علبه في الفريزر ونعمل بيها ايه؟ السمن البلدي. وهحط لكم برده الفيديو بتاع الطريقه تحت الفيديو ده. بصوا بقى، هنجيب علبة وهنحط فوقها مصفى او طبق زي اللي انا جايباه ده متخرم كده زي المصفى. انا ما حبيتش احطه في مصفى مدورة، ليه؟ علشان انا حابة ان الجبنة تاخد شكل اللي هو المربع، علشان تبقى سهلة عليا وانا بقطعها. شايفين الجبنة؟ بصوا كل خرطة بخرطتها كده زي الفل. الوصفة ناجحة 100%، ما تقلقوش. بس زي ما قلت لكم برضو ممكن تجربوا في كيلو واحد بس من الحليب. هناخد كل كمية الجبنة دي ونحطها في الطبق. وطبعا انا نسيت اقول لكم ان احنا لازم نحط شاشة او قماشة، انا مخصصة القماشة دي مخصوص للجبنة وبس، وبعد كل مرة لما بعمل الجبنة بغسلها وبشيلها لما اعمل بيها مرة تانية. القماشة دي لازم تكون نظيفة جدا جدا عشان متاخدش منها طعم او ريحة للجبنة. بضيف كل كمية الجبنة، لان الجبنة كانت في الشرش، فكده كده كله هينزل من الشاشة ومن المصفى. الحاجات اللي بتنزل تحت دي الشرش ما ترموهوش، ده ثروة عظيمة. احنا ممكن نعمل بيه كل المعجنات، الفطاير والقرص الطرية والبيتزا، اي حاجة. كمان ممكن تغليه وتملحيه وتزودي بيه المش لو تقيل عندك. الجبنة زي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو قوي. هسويها بالملعقة كده علشان تاخد شكل الطبق، علشان تبقى شكلها مربعة، عشان بعدين تبقى سهلة معايا وانا بقطعها. بعدين هنضيف حبة ملح، وانا مش هكتر ملح، لان كده كده انا هضيف ملح تاني، لان الجبنة دي انا هستخدمها كجبنة قديمة. بعدين بغطيها بالشاشة وهحط عليها تقيلة كده ولا اي حاجة، علشان اساعدها ان هي تنزل الشرش من المصفى. انا حطيت طبق كده وقلبته. هسيبها قد ايه؟ بصوا بقى، انا عملت القصة دي الصبح، والساعة 7 بالليل شلتها كده زي ما انتوا شايفين كده فتحتها. لو انت هتعملي الحركة دي بالليل ممكن تاني يوم الصبح تفضيها من المصفى. هحطها على الصينية علشان اعرف اقطعها كده بسهولة، وبقطعوها كده بحرص شديد علشان ما تتكسرش بس منكم، لان هي بتبقى برضو لسه ما مسكتش نفسها بنسبة 100%. بس شايفين، انا عايزه اقول لكم القوام بتاعها ممتاز، فوق الممتاز. بقطعها قطعوها الشكل اللي انتوا حابينه. انا ما بقطعهاش قطع كبيره علشان برضو يعني لما احتاج اخد منها بعدين اخد الجبنه على بعضها كده كامله، بدل ما اكسر في الجبنه ويروح مني هدر او تتفتفت مني. انا قطعتها كده حوالي 12 قطعه طلعوا لي.
عايزه اقول لكم ريحتها بقى، ريحه الحاجه اللي بتتعمل في البيت انسوا خالص، ما فيش وجه للمقارنه بينها وبين الحاجات اللي بنشتريها. الحاجات اللي بنشتريها دي يعني مش عارفه نسخه ثالثه تقريبا. المهم بصوا بقى شكل الجبنه، ماسكه نفسها ولا مفروله ولا مكسره ولا اي حاجه، نعم عامله زي الزبده، وريحتها طبعا سمنه بلدي بلدي يعني. دلوقتي احنا هنبتدي في اول خطوه من الجبنه القديمه. هنعمل ايه؟ انا هاخد حوالي 5 ملاعق كبار كده من الملح، وبعدين ركزوا بقى هنضيف ايه. ممكن تضيفي ملعقه كبيره من الشطه ونص ملعقه بابريكا، او لو انت ما بتحبيش الشطه وعندكم حساسيه في الصدر او الكلام ده، يعني بعد الشر انا بقول لكم طبعا كل الافتراضات، ممكن تحطي ملعقه ونص من البابريكا من غير شطه خالص. هنغلف الجبنايه كده زي ما بنغلف السمكه واحنا بنقليها، هنغلفها بالملح والبابريكا والشطه. الشطه دي علشان الجبنه ما تكونش دود عندك يعني بعد الشر، بس ما تقلقوش برضو الجبنة بتاعتنا صدقوني ما بتكونش شدود ولا اي حاجة. بصوا بقى انا هقول لكم ايه النصايح اللي ممكن تعملوها علشان ما تكونش معاكم دود او حشرات في اخر الفيديو. هنطلع الجبنة دي فين؟ هنطلعها في حاجة تكون مفتحة كده زي مصفى او طبق خرومه كده واسعة، علشان الجبنة دي احنا هنسيبها في الطبق علشان تنزل باقي كمية المصفى المية اللي فيها. تمام، المصفى يعني لخبطتني، انا عجبتني الجبنة فسبت طبعا حتة لينا علشان نتعشى بيها. هسيب الجبنة في المصفى دي قد ايه؟ هسيبها حوالي 4 ايام. هحطها في مكان يكون كده جيد التهوية، وتحتها صينية علشان هتنزل طبعا سوائل. ده شكل الجبنة بعد 4 ايام، ما تخلوهاش اكتر من كده عشان الجبنة ما تحطبش معاكو. 4 ايام دي مدة كافية جدا. بعدين كمان انا قطعت شوية فلفل، ممكن تقطعوا فلفل شطة حامية او فلفل احمر عادي، ورشيت عليه شوية ملح وسبته برضو يومين علشان ينزل المية اللي فيه. بعدين دلوقتي هنعمل المش. انا جبت حلة، وبعدين جبت المرتة اللي هي طالعة من السمنة اللي احنا عملناها مع بعض. هحط لكم الفيديو برضو تحت الفيديو ده، الفيديو اللي احنا عملنا فيه السمنة البلدي. لكل 1.5 كيلو حليب او 1.25 كيلو حليب هتضيفي 1 كيلو من المرتة. لو انت مش عاملة سمنة بلدي، انا بقول لكم كل الحلول يعني عشان ما تحتسوش، هتروحي تشتري من الماركت دلوقتي بيبيعوا المرتة بالكيلو، او ممكن لو عندك جارتك حبيبتك فلاح مثلا بتعمل سمن بلدي ممكن تشتري منها المرتة. هنحط المرتة في الحلة، ولما تسخن المرتة طبعا فيها نسبة سمنة بلدي، لاني انا مصفتهاش كتير من السمنة البلدي علشان عارفة اني اعمل بيها المش. بنفضل نضيف كده الحليب شوية شوية يعني كبشة كبشة كده، كل ما تختفي كل ما نضيف كبشة نقلب، وكل ما يختفي الحليب بنضيف كبشة تانية، ما تضيفيش الحليب مرة واحدة ما ينفعش. كل التقليب ده احنا على نار هادية جدا، ما تعليش النار علشان المرتة او المش ما يشطش منك. انا ضفت هنا 5 ملاعق من الملح للكمية اللي انا عاملها النهاردة، وبعدين ضفت 0.5 ملعقة من الشطة. الشطة دي اللي هي الشطة السخنة، لو انتوا عندكم حساسية او مش عايزين شطة ممكن تضيفوا 0.5 ملعقة من البابريكا. كمان هضيف 2 ملعقة كبار من العسل. العسل بيديني طعم لذيذ جدا للمش، وبيديني اللون الحلو القديم بتاع المش، ما تقلقوش مش بيكون له اي اثر ولا اي ريحة ولا طعم، ما تخافوش خالص، بس هو اساسي في الوصفة النهاردة. بصوا بقى القوام اللي على الوش ده، طبعا السمنة البلدي لو انتم مش حابينها ممكن تشيلوها من على الوش، بس هي بتخلي طبعا الطعم والريحة بتاعت المش غنية جدا جدا. كده خلاص المش استوى معانا، هشيله من على النار وهسيبه لما يهدى خالص، ما تحطيش الجبنة فيه وهو سخن. في ناس بتحب تضرب المش ده في الخلاط، انا احيانا بصراحه بضربه في الخلاط واحيانا بسيبه زي ما انتم شايفين كده. هو انت لما تضربيه في الخلاط الميزه ان هو بيبقى ناعم جدا جدا، بيبقى ناعم خالص خالص، بس انا بحب يعني شكل المرته كده وهي في المش، بتبقى لذيذه، بتخلي المش برده يبقى تقيل كده. بنضيف الجبنه زي ما اتفقنا، الجبنه دي احنا سبناها تنشف 4 ايام، وبعدين بعد ما احط الجبنه هحط الفلفل. انا عامله كميات قليله على فكرة علشان الناس المبتدئين يبتدوا ب3 كيلو زي كده وجربوا، ولو عجبتكم ممكن تضاعفوا الكمية. لو هتحطي كمية كبيرة من الجبنة، كل ما هتحطي صف من الجبنة كده هتحطي فوق شوية من الفلفل وتكملي الجبنة بتاعتك. لازم المش يكون مغطي الجبنة. هسيبه في الحلة كده مسافة 4 ايام،
انا بوريكم شكله. على فكره هو شكله مش اورنج ولا حاجه، انا مش عارفه ليه هو طالع كده في التصوير. المهم بعد 4 ايام بالتمام بقى بالشكل ده يا ست الكل، الجبنه ابتدت بقى تتشرب من المش وابتدى لونها يغمق زي ما انتم شايفينها كده. بصوا بقى احنا 4 ايام بس سيبناها، بصوا بقى النعومه والجمال، مش مفروله ومش مكسره، ماسكه نفسها. بصوا الطبق ده، الجبنة دي انا عاملاها من 3 سنين لاني انا ما عملتش السنة اللي فاتت بصراحة، يعني كسلت. فالجبنة والمش دول ليهم 3 سنين عندي. بصوا بقى قديمة ازاي. انت بقى لو عندك خميرة او مش زي كده ممكن تحطي كوباية مليانة او كوبايتين براحتك، تغليهم على النار ومع المورتة دي يعني مع المش اللي احنا عملناه ده، اغلي معاهم كوباية او كوباية ونص من الخميرة اللي عندك دي، بتسرع عملية تسوية الجبنة القديمة، يعني بتشرب بسرعة الجبنة من المش. لكن لما بيكون المش جديد زي اللي احنا عاملينه النهاردة ده ممكن ياخد معاكي مسافة مثلا شهر ونص او شهرين على ما تحصلي بقى على طعم الجبنة القديمة العتيقة اللي احنا متربين ومتعودين عليها. هنجيب برطمان، والبرطمان لازم يكون نظيف ومتنشف، اوعوا تحطوا الجبنة او المش في برطمان يكون فيه مية، ده سبب من اسباب ان الجبنة ممكن تدود معاكي. كمان وانت بتاخدي من الجبنة بعد ما تستوي لازم ايدك تكون مغسولة وناشفة، يعني لازم تكون متنشفة. لو حطيتي ايدك وهي مبلولة وتاخدي جبنة بيها ده سبب من اسباب ان هي بتدود لا قدر الله. ممكن تحطي كام واحدة ترمس من اللي هو المر في المش برضو عشان تقطفي شر الدود والكلام ده يعني. بس انا يعني اشكرك يا رب ما بتدودش عندي ولا عمرها باظت ولا كونت حشرات ولا اي حاجة. بصوا بقى شكل المش ده بعد يومين فتحت عشان اوريلكوا شكله ازاي. شكله رهيب وطعمه رائع جدا وريحته في منتهى الروعة والجمال. انا بنصحكم جربوا كده، يعني هاتوا حتى ولو 3 كيلو وجربوا فيهم، هيعجبكم جدا جدا. بتمنى من كل قلبي وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وافادتكم. يا ريت يعني، علشان انا بتعب جدا بجد يعني في الفيديوهات دي علشان اوصلها لكم وعلشان نقول لكم الفايده، ارجوكم اعملوا لايك للفيديو. اللايك ده بيفرحني جدا والله، وبيديني طاقه كده وبيخليني يعني ابقى متشجعه اني انزل لكم وصفات كتيره وجديده. انا بدور على كل حاجه تفيدكم وتوفر معاكم. بحبكم جدا جدا واشكركم من كل قلبي على كل كلمه حلوه بتكتبوها لي في الكومنتات. بكره باذن الله نتقابل تاني مع وصفه جديده على مطبخكم، مطبخ نهى فاروق.